حياكم الله مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. تستمر هذه الأعياد، تستمر هذه المناسبات، تستمر الانتصارات، تستمر الفرحة في كل مناطق اليمن، في كل ربوع الوطن وخارج الوطن أيضا. نحتفل بنصر عدن، نحتفل بإذن الله بنصر المحافظات الأخرى، محافظات تلو أخرى. مشاهدينا في يوميات المقاومة، سعيدة بلقائكم في يوم آخر من أيام العيد، وأهنيكم مجددا بعيد الفطر المبارك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسين المفلحي، محلل وباحث سياسي، وأهنيك بالعيد أستاذ حسين. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بصحة وعافية إن شاء الله بإذن رب العالمين. شكرا للاستضافة الكريمة، الله يعطيك العافية. أستاذ حسين، أنت كنت معي في مقابلة في أيام شهر رمضان المبارك، وكنا نتحدث يعني عن الأدوار المتوقعة في المقاومة اللي تحولت من دفاع إلى هجوم، وكنا مستبشرين بنصر إخواننا في المقاومة، وكنا متأكدين من عزيمتهم وصمودهم، ومتأكدين أيضا من دور التحالف ودعمه لهم. اليوم كيف تقرؤون هذه الانتصارات؟ بدأ ذي بدء يا أختي العزيزة، أحب أن أوجه تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. أتقدم أصالة عن نفسي وعن كل المغتربين هنا في المملكة العربية السعودية، المغتربين الجنوبيين، لخادم الحرمين الشريفين. أتقدم له بالتهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين ولي العهد والشعب السعودي، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين الإسلامية العربية والإسلامية إن شاء الله بالخير والبركات. كما أريد أن أهنئ من خلال برنامجك أختي العزيزة، أتقدم بالتهنئة لشعبنا، الشعب المناضل المكافح الذي قدم التضحيات، تلو التضحيات، الشعب الجنوبي في 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 محافظة عدن. وأقول له لقد رسمت الفرحة في وجوه أبنائك. للأمانة الشديدة اليوم نعيش نحن فرحتان، فرحة العيد وفرحة الانتصار، ولولا الانتصار لم تكن الفرحة بالشكل الملاحظ خلال العيد الذي نعيشه هنا في المملكة العربية السعودية أو يعيشه أهلنا بالداخل في محافظة عدن. نعم، إذن النصر الذي تحقق الآن في محافظة عدن، أثر هذا النصر على باقي المناطق، على معنويات الناس، على معنويات المقاومة أيضا. طبعا 110 يوم أو أكثر أو أقل، أكثر من 110 يوم وشعبنا الجنوبي الصابر يعني عانى وعانى وعانى، ولكنه صبر ونال ما صبر. أبناء 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 عدن الباسلة للأمانة الشديدة رسموا صورة لن يستطيع أي رسام رسم تلك الصورة التي ظهر بها أبناء عدن المناضلين الشرفاء في عملية الدفاع عن أرضهم والدفاع عن دينهم والدفاع عن 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 عن, عن هويتهم في 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 في, في منطقة الجنوب. أختي العزيزة، الملاحظ خلال الفترة السابقة يجد أن هناك إعداد من خلال المنطقة العسكرية والتفاف مع المقاومة الجنوبية وكثير من الشرفاء الموجودين في عدن. وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وسنواصل بإذن رب العالمين بالتفاف مثل هذه الجهود الطيبة والشرفاء من أبناء الجنوب وأبناء عدن. وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبإذن رب العالمين لن نقنع أو لن نهدأ إلى أن نحرر العدن ولحق وأبين من ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح. بالتأكيد، والنصر قادم بإذن الله في هذه المناطق. أصدر فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي قرارات بشقين، الشق الأول وهو كان يعني دبلوماسي، والآخر هو كان يعني تقريبا مدني. فتحدثنا عن العميد الركن عبد الرحيم أحمد سالم كقائد للمنطقة العسكرية الثانية بهذا التعيين أول، اللواء الركن محسن ناصر قاسم ملحقا عسكريا في الأردن. لو نتحدث عن هذه التعيينات بهذا الشق السياسي والعسكري. الشق العسكري كان 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 هنا كان هناك الكثير من القموض بالجانب العسكري، بالذات في منطقة العبر وكثير من الألوية التي تم إنشائها وتدريبها في في
في في في في الحدود اليمنية كانت هناك الكثير من الـ من الـ من الغموض والمناطق الداكنة الغير واضحة، تجلت في 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 عدم الانصياع للشرعية والمحاربة باسم الشرعية. لكن اليوم لا طريق ولا مناص للحكومة الشرعية هنا إلا أن 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 تحسب حساباتها، أن تحط يدها بيد المقاومة الجنوبية. المقاومة الجنوبية والحاضنة الجنوبية هي رافضة لتلك الميليشيات ورافضة لتواجد تلك الميليشيات في هذه المناطق. كثير من المعسكرات التي تم إنشائها في الفترة السابقة وتم التدريب وتم التأهيل، ولكن لم نلاحظ أي شيء. انتهت هذه بضرب تلك المعسكرات. ولكن الآن يا أختي العزيزة، يجب ترتيب الأمور مع المقاومة الجنوبية في الداخل، وترتيب الأمور مع الناس الذين موجودين في الجبهة ويحاربون. هذه هي لو لاحظنا كانت من السابق عملية التواصل مع الجبهات الداخلية عبارة عن تواصل مع وسيط، لكن اليوم عندما تم أصبحت مباشرة. تواصل مباشر مع تلك الشخصيات المتواجدة في الجبهات، حققنا هذا الانتصار، وانتصار جدا سريع، لأنه تم ربط ما بين الضربات الجوية المثلة بالتحالف والمقاومة الموجودة على الأرض. حققنا ما حققناه اليوم، وبإذن رب العالمين نحن باتجاه تحرير، بإذن رب العالمين تحرير محافظة لحج بالكامل إن شاء الله. واليوم أنا عندي أخبار وتواصلت إلى اللحظة أنه هناك 47 أسير في 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 معسكر العناد، كما أنه كثير من المواقع فقدها الحوثي في هذه المنطقة، كإضافة إلى أنه معسكر لبوزة أصبح بيد المقاومة بالكامل. معسكر لبوزة كان يعني من قبل يومين كان تقريبا بيد المقاومة. نعم. ولكن هناك ثلاث مناطق جبلية محيطة بالمعسكر. صحيح. نعم. صحيح. فالفكرة هنا، الفكرة أختي، كل ما كان هناك ترتيب وتنسيق بين الضربات الجوية والمقاومة على الأرض، كل ما وصلنا إلى 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 بوقت قياسي إلى ما نريد، والانتصار الذي نريد أن نرسمه على الأرض. فدون دون دون أي مكاسب على الأرض تظل الانتصارات عبارة عن كلمات ليس لها واقع وليس لها أرضية صلبة تقف عليها. نعم. إذن بما يعني ملخص الحديث هذا بأنه القرارات التي تم يعني إصدارها يعني حاليا هي تواكب الحاجة الآن على الأرض. نعم. وبالتالي هي تعطي يعني وضوح أكثر في أهل مكة الصورة. أدرى بشعابها. نعم. أهل مكة أدرى بشعابها. نعم. إذا تحدثنا عن الشق المدني في الجانب القرارات، وهو مثلا يعني الحديث عن تسمية بعض الشوارع العامة في عدن، وهذا القرار طبعا الرئاسي كان قد سبقه إرادة سياسية في الموضوع وإرادة كذلك شعبية. صحيح. بالنسبة للطريق البحري وعملية تغيير الاسم، كان هذا استشعارا من أبناء عدن، وقد تم تسميته قبل هذا القرار السياسي بفترة وجيزة تقريبا حوالي شهر أو أكثر من شهر من أبناء عدن، وطلبوا تغيير هذا المسمى، ولم يكن طلبه فقط، إنما سموه وأصبح دارج بدلا من الطريق البحري الذي كان معروفا عندنا في الجنوب وفي منطقة عدن بالذات إلى طريق الملك سلمان، إضافة إلى يعني الخط البحري الذي يربط جولة كالتكسا حتى خورمكسر، هو مسمى بطريق الطريق البحري منذ ملك سلمان. أكثر من 50 سنة وهو يسمى بالطريق البحري. نعم. اليوم تم تغييره، وكانت إرادة شعبية، كانت إرادة شعبية. الطريق الآخر الذي يربط العالم بجولة الرحاب وأطلق عليه بشهيدة عبد العزيز الكعبي. نعم. تقديرا لذلك الشهيد الذي قدم يعني هو يعني من الإمارات العربية المتحدة. نعم. نحن نعزي أهلنا في الإمارات العربية المتحدة، ونشكر لهم الدور الذي قاموا فيه به على الأرض ومساعدة المقاومة الجنوبية في عدن، نشكر لهم هذا الدور وهذا إضافة إلى تعمدت دم. الآن وجدت ما أدري شهيد اليوم تزهق روحه في دفاعا عن عدن، فنحن لن ننسى الدماء الخليجية، نحن الدماء أبناء عدن لن ننسى. نعم. لن نعم. ننسى لن ننسى ما يقدمه لنا أخواننا الخليجيين، ومهما كان التقدير ومهما قدمنا. نعم. فلن ننسى نعطيهم حقهم ومستحقهم. نتكلم عن بعض الأمور التي كنا نطرحها في البرنامج وخارج البرنامج، كثير من المحللين طرحوها في عدة قنوات في عدة صحف. نلاحظ بأنه الأمور التي طرحت مثلا تطهير عدن، إدخال معونات إلى عدن لن تكون إلا بوجود مكان آمن، تحدثنا عن محور عودة الحكومة وضرورة عودة أهم الوزراء مثلا في عدن،
بممارسة أعمالهم. تحدثنا عن العملية يجب أن تكون اتصالية مباشرة بالمقاومة. حدثت هذه الأمور، هل يعني هناك يعني استجابة أصبحت سريعة لدى الحكومة الشرعية، لدى الحكومة اليمنية، لدى هادي بدأ يستجيب للشارع وللمقاومة بشكل سريع، وخاصة بعد أن قاد هو بنفسه في غرفة العمليات هذه المعارك؟ أختي العزيزة، خلال الفترة السابقة خلال 110 يوم كنا نحن أبناء عدن بالذات لم نلاحظ الفارق الكبير الذي كان يعول على الحكومة أن تلعبه في رفع الضغط ورفع الحصار الاقتصادي أو الحصار الغذائي والدوائي على المحافظة. ولكن كل ما نأمله اليوم من القادة، من إخواننا الموجودين في الحكومة الشرعية الممثلين في أبناء الجنوب وغير أبناء الجنوب، أن يكونوا قدر المسؤولية تجاه الجنوبيين. الجنوبيين ضحوا وقدموا الكثير والكثير والكثير، كما أني بمعنى سمعت أن تكون بمستوى التضحيات. بالضبط بمستوى التضحية، لأنه اليوم عدن انتفضت وأدارت نفسها بنفسها، وكان كثير من الشرفاء الذين يشتغلون على الأرض، لا أريد أن أذكر أسماء كي لا أنسى أي أحد منهم، كثير من الذين كانوا أكاديميين وكانوا سياسيين تحولوا مباشرة إلى الجبهات وأصبحوا جنود في الجبهات. كل ما نريد أن نتكلم فيه بهذا الصدد، كل ما أريد أن أتكلم فيه بهذا الصدد أنه كل ما أريد أن أتكلم فيه بهذا الصدد أنه هناك بعض الشخصيات الذي لا نريد أن نذكر أسماءها، كان لها تصريحات سابقة وكان لها مواقف مع محافظة عدن. أرجو أن 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 تصحح ذلك المسار السيء الذي وقفه، يعني لا أريد أن أذكر اسم اليوم، ولكن كثير من بعض الشخصيات التي نزلت اليوم إلى محافظة عدن وهي بمنصب وزير كان لها كثير من التصريحات الذي أساء جدا لأبناء عدن، وأرجو أن يصحح هذا المفهوم وأن يتجه اتجاه أنه أبناء عدن وليس المفهوم فقط ولكن كذلك أدارة. تصحيح المسار أيضا. نعم هذا الكلام. طيب ننتقل إلى مثلا العند، الحديث عن تطهير عدن. طبعا هناك بعض الفلول لا زالت موجودة يعني هنا وهناك بسبب قطع الاتصالات بين ميليشيا الحوثي وصالح بعضها ببعض، وبالتالي أي تقدم للمقاومة في أي منطقة في عدن أو في ضواحي عدن نجد الكثير من الحوثيين يقوموا أما بتسليم أنفسهم أو أنه يخوضوا الحرب، وهم مش حتى في ساعات يتم طبعا خوض المعركة لصالح المقاومة، بما يعني أنه الآن الأمور تتقدم نحو محافظة لحج. التقدم نحو محافظة لحج، التقدم نحو مثلث العند واستسلام 47 اللي تم أسرهم اليوم والبعض اللي يعني فر من هذه المناطق، هل نتوقع أن تستمر المعارك هناك أكثر بعد أن كانت معارك كر وفر لأيام وأشهر طويلة؟ طبعا نحن نتكلم ونسمي الامور بمسمياتها، ما هي مسببات الانتصار الحالي. مسببات الانتصار الحالي هي التحضير المسبق، تدريب المقاومه الجنوبيه يعني اوامر الاتصال والربط فيما بين هالبين، القطاع الجوي المرتبط بالارض، هذه الاشياء التي صنعت من الانتصار الموجود وبسالت المقاومه الجنوبيه. للامانه الشديده نحن نقف عاجزين عن وصف هذه الحاله. بسالة المقاومة الجنوبية هي التي صنعت كثير من الأشياء، لكن كل ما أريد أن أتكلمه أنه كثير من الإعلاميين المحسوبين على الحوثي بدأوا يستثمروا بعض من الصور وبدأوا يستثمروا بعض من المقاطع الفيديو التي تم إنزالها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه هذا تم تصفيته وهذا تم تصفيته. وللأمانة الشديدة وأنا متواصل مع الداخل، ميليشيا الحوثي ترفض تسليم اي شخص من الميليشيات، سواء كان من ميليشيات صالح او من الحوثي، تسليمه لنفسه او تسليمه نفسه للمقاومه الجنوبيه وتتم تصفيته. والدليل على ذلك دخول المقاومه الجنوبيه لكريتر آلاف من أو مئات من الجثث مرمى على الأرض تم تصفيتها بالداخل دون الحرب المباشرة مع المقاومة الجنوبية. كل ما أريد أن أشير إليه هنا أنه كثير من الـ من من الـ من, الـ من الإعلاميين المحسوبين على تلك الميليشيات تريد أن تعمل نصر، لم تنتصر على الأرض، تريد أن تنتصر إعلاميا، تأتي بالصور وتأتي بتصويرنا نحن كأبناء الجنوب كأننا المعتدين أو يعني كأننا مستمرين في مسألة سيناريو الدواعش وما دواعش. علي البخيتي يعني
يعني شخصيا أنا بالنسبة لي كنت لا أجد في منشورات علي البخيثي ولا في مقالاته أي شيء لامس الواقع، والحقيقة أن هذا الرجل هو يعني مثل الثعلب الماكر، ذهب مع صالح فذهب، اتجه مع عبد الملك الحوثي فاتجه، اتفقوا أخيرا على مسألة أن أظل في الجهة الأخرى في الضفة الأخرى اللي هي أنا ضدكم ولكنني بالأخير أخدم مصالحكم. صحيح. تنصل من هذا الأمر، تحدث بمصطلحات يعني خارجة عن الذوق والأدب. صحيح. وصف كل من يعني رحب بتدخل السعودي بأنهم كذا بالعامي عيال العاصفة. صحيح. وكأنهم هم مش جهال المسيرة الشيطانية. صحيح. صحيح. المتطفلين طبعا قلنا لهم حذاري وقلنا لهم لا تدخلوا عدن، عدن ستقاوم، عدن لن ترضى بما حدث في 94، لكنهم طبعا أرادوا ذلك. ثم جاء علي البخيتي يوبخ المسيرة الشيطانية ببعض الأفعال الذي ارتكبتها، وكأنه يقول لولا تلك التصرفات لكنا اليوم انتصرنا على أبناء عدن، وهو لا يهنئ الجنوبيين وهو لا يريد للجنوب أي نصر. علي البخيتي اليوم أخذ صورة وهي الأبناء عدن تم تصفيتهم من قبل ميليشيا صالح والحوثي، وتحدث بأنها تصفية المقاومة لأبناء عدن. طبعا نحن في قناعة على أنه تتحدث يا علي البخيتي عن أي شيء في عدن، نحن أبناء عدن ونعرف ما يحدث في عدن ونحن أعلم منك، اللي أنت جالس طبعا في لبنان ما أنتش عارف أي حاجة، يرسلوا لك الجماعة الحوثيين أي شيء وتقوم بنشره، خليك في العصيد أحسن. طبعا طبعا أريد أن أتحدث عن أو أمر آخر وهو اللواء 119 في بيحان. صحيح. شبوه التي كانت فيها 4 ألوية أعلنت توقفها مع الشرعية ومش عارفة إيش، وبعدين انقلبت هذه الألوية. اليوم في تقدم واضح للمقاومة، هناك يعني شعور بأنه الناس أصبحت تريد أن تقاتل لآخر لحظة، لا تريد أن تتوقف. صحيح. فما حدث تحديدا في اللواء 119 لو نتحدث عنه بطريقة يعني تحليلية؟ اليوم منذ الصباح الباكر المقاومة الجنوبية يعني وقوة التحالف والضربات الجوية أمطرت اللواء 119 المتواجد في بيحان بالصواريخ وعملية محاصرة ذلك المعسكر، واليوم هذا المعسكر في يد المقاومة. كل ما أريد أن أقوله هنا أن انتصار عدن خلق عند كثير من 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 الكتائب المقاومة في الجنوب دفعة من الاعتزاز بالنفس، دفعة إلى الأمام أن أصبح النصر قريب، فالكل اليوم مستبسل بعملية تحرير المناطق الجنوبية. لماذا تحرير المناطق الجنوبية؟ لأنه لا توجد هناك حاضنة حقيقية تقبل بهذه الميليشيات على الأرض. هذا ما سهل عملية تنقل للمقاومة وعملية الكر والفر للمقاومة في الفترات السابقة. ولكن الملاحظ اليوم والذي أصبح يفرحنا نحن أبناء الجنوب هو الدور الذي لعبته القيادات العسكرية المهمشة في السابق، والتي اليوم انخرطت مع المقاومة، كانت في بداية الأمر جالسة في بيوتها، ولكن اليوم أصبحت هي من يقود وهي من يساعد وهي من يوفر النصائح العسكرية لهؤلاء الشباب العديمين الخبرة. اليوم الحمد لله أصبحنا ننتصر. اليوم جبهة الداخلية بالنسبة لعدن جعولة وصلاح الدين وعفوا ورأس عمران، والآن كل 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 الأفكار وكل الاجتماعات التي تدور اليوم بعملية تطهير محافظة لحج ورفع الكبت والمعاناة عن محافظة لحج. وأنا اليوم أوجه رسالة عبر برنامجك أختي الكريمة، أنه يجب أن نقف وقفة رجل واحد مع أبناء لحج، بما أنهم هم من 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 من, من تحملوا القالي والنفيس بالنسبة لما صار خلال الفترة السابقة خلال 110 يوم. نعم، وتجاهنهم كثيرة ولكننا وقفنا معهم أخيرا، وأن تأتي متأخرا خيرا من الألا تأتي. نعم. يعني معروف كيف كانت القناة طبعا تابعة لكل التعليمات من صنعاء وإدارة صنعاء. صحيح. ثم عندما جاءت يعني هذه الحرب، حرب الإبادة، الزملاء أخذوا على عاتقهم تسيير وعمل نشاط قناة عدن بما يخدم المقاومة بالفعل. وها نحن اليوم نستكمل ذلك مشاهدي الكرام في هذه الرسالة المهنية، الرسالة التي هي طالما وتحدثنا عنها بأننا انطلقنا من أجل المقاومة، من أجل عدن التي هي بوابة النصر لكل المناطق، لكل الجبهات التي رفضت ميليشيا الحوثي وصالح، وسنكون عند حسن ظنكم بإذن الله. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم من جديد. عيدنا عيدنا عيد الباي
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أرحب بك أستاذ حسين مفلحي مرة أخرى. حياك الله أختي الكريمة. الآن حدث الانتصار في عدن والحمد لله تم تطهيرها، عدن التي كنا نعول عليها كثيرا. الآن ما بعد تطهير عدن ميليشيا صالح والحوثي، ما الذي يجب؟ هنا ما نتكلم عنه وهو أهم شيء بوجهة نظري. اليوم عدن تحملت ما لا تتحمله أي محافظة في الفترات السابقة، هي ولحج والضالع وأبيا، من عملية الحصار الاقتصادي أو الحصار الغذائي والدوائي. اليوم يجب أن نقف هنا من ذهب من هنا من الحكومة الشرعية إلى الداخل يجب أن يسخر نفسه لخدمة 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 أبناء عدن وتلك المحافظات التي عانت، وهي المحافظات المنكوبة، بإدخال الإغاثة. ولكن لن يتسنى لنا إدخال الإغاثة إلا بخطوتين رئيسيتين. الخطوة الرئيسية هي تطهير. أولا يجب إعادة تشغيل المطار، يجب إعادة تشغيل المطار والميناء. لماذا؟ لن تستطيع دخول أي سفينة أو أي طائرة أو أي 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 أي, أي بعثة من البعثات أو الإغاثة التي يريد إرسالها إلى عدن إلا عبر النقطتين الرئيسيتين. عملية ما بعد النصر اليوم هي كالتالي: واحد، عملية تطهير، لأنه نعلم أنه لا زال يوجد هناك بعض الخلايا الناعمة في عدن. اثنين، عملية تأمين المرافق الحيوية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بعدن، مثل المستشفيات، مثل الطرق الرئيسية، مثل كما تكلمنا على المطار، مثل كما تكلمنا على الميناء، وعملية إعادة تشغيل المصفاة لكي يكون هناك وقود. تعلمين أنت أختي العزيزة أن الكهرباء اليوم لا تشتغل إلا 4 ساعات تكون في 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 وضع الإطفاء، وساعتين في وضع ذا، إضافة إلى الحرارة الشديدة التي عانوها أهلنا في 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 تلك المناطق الجنوبية بحكم أنها مناطق حارة ورطبة، إذ لم يكن هناك برنامج يتم العمل عليه. ونحن نعلم الفترة السابقة الذي عاشتها الحكومة هنا في السعودية كانت ثقيلة جدا ولا تستطيع الحركة. اليوم رجعت إلى الداخل، نريد برنامج العمل وطريقة العمل والإنقاذ، التواصل مع الشرفاء. وأنا أبشرك أستاذ حسين وأبشر كذلك المشاهدين الكرام بأنه بالفعل بدأ العمل في مطار عدن ورصيف الميناء من الزيت تقريبا هو جاهز. يعني نستطيع أن نتحدث عن أيام قليلة فقط أو يمكن ساعات قليلة، يمكن لو تحدثنا عن 48 ساعة مثلا قد تكون الأمور جاهزة لاستقبال أكثر من سفينة وبالتالي إدخال المواد والمعونات الغذائية إلى محافظة عدن. هذا ما نأمله بإذن رب العالمين. ونحن نعلم أن الكثير من الشرفاء يعملون. اليوم يا أختي العزيزة سوف يكون هناك دخول الكثير من السفن. نحن تواصلنا مع هيئة الإغاثة هنا بالمركز الملك سلمان، وتم إعلامنا أن هناك 3 سفن اليوم واقفة على باب ميناء عدن تريد الدخول إلى 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 إلى, إلى, إلى المحافظة. كما تكلمنا مع بعض الموجودين في لجنة الإغاثة وتكلموا أن هناك كثير من السفن سوف يتم تحويلها من جيبوتي إلى 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 محافظة عدن كي يكون هناك عملية توزيعها إلى كثير إلى إلى كل المحافظات المنكوبة. أختي العزيزة، أنا ما أريد أن أتكلم هنا أنه أهلنا في 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 تلك المحافظات اللي هي الضالع وعدن ولاحق عانوا الأمرين من عملية من 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 خلال الوقت الذي استمرت فيه الحرب اللي هي 110. اليوم يجب أن تتسارع الجهود وتتضافر الأفكار وتتلاقح لرفع المعاناة عن الناس الموجودين في عدن. ما دون ذلك لن نقبل بأي تقاعس. نحن أبناء عدن الآن نتكلم بهذا الأسلوب، لن نقبل من أي إنسان أي تقاعس أو أي أو تسفيه أو
أو تهوين للأمور. لن نقبل لن نقبل. نحن مستعدين، نحن مستعدين، نحن أبناء عدن أن ندير محافظة عدن برجالها والناس الموجودين الأكفاء. إذا لم يكن يضيف شيء جديد للمحافظة ولتلك المناطق المنكوبة فلا نقبل فيه. لا أريد أن يأتي عبارة عن فزع الطيور فيكم في المحافظة فقط لأنه يعني يكتسب شرعيته. صحيح نحن مع الشرعية ونحن مع كل هذه الجهود، ولكن نريد أن نلاحظ هذا على الأرض. نريد أن 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 هي مرحلة فاصلة بالتأكيد أستاذ حسين، مرحلة فاصلة، وقد تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر بأنه إما أن نكون أو لا أن نكون. صحيح. يعني أما قدرنا وحملنا هذه المناصب يعني على عاتقنا وأخذنا المهام وأديناها بالطريقة الصح وأرضينا الناس على الأرض، إما أن نتركها لغيرنا ويؤديها بالطريقة الصحيحة. وأنا أعتقد بأنها مرحلة فاصلة تحديدا، كل واحد حيحاول ويجتهد بأنه يكون صح ويشتغل صح لأجل عدن، لأجل المحافظات التي بالفعل واجهتها حرب الإبادة الشاملة، لأنه مش كل المناطق في اليمن يعني تعرضت لهذه المناطق منكوبة معلنة من الشرعية. نريد أن نخرج من عدن ومن لحق ونتجه إلى الضالع. الضالع يعني اجتهدت وكانت عندها معسكرات تدريب للشباب. الضالع هي جاهزة تقريبا أكثر من أي كانت أي من أي محافظة أخرى بجهد أبنائها بتكاتفهم. أصبحت كأنه سلطة طوارئ جاهزة شعبية، يعني الأمور كانت مرتبة وأكثر تنظيم في محافظة الضالع. لم يجتهد أحد كثيرا في محافظة الضالع بقدر اجتهاد أبناء المنطقة. صحيح. أنفسهم. الآن وضع محافظة الضالع إلى أين قد يتجه؟ أختي العزيزة، بالنسبة للضالع أنا لا أخاف على الضالع، بما أنه هناك كثير من الشرفاء الذين هم على الأرض وهم الذين يسيرون أمور المحافظة. كانت لي جلسة مع محافظة الضالع وتكلمنا عن 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 وضع الضالع، ولكن مهم جدا اليوم، مهم جدا اليوم بعد 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 النصر والتحرير لمحافظة الضالع عودة الحياة، هذه مهمة جدا. نحن نعلم أنه منطقة الضالع وكثير من المناطق التابعة للضالع هؤلاء هم عبارة عن 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 موظفين دولة، موظفين دولة، يعني أنه هناك رواتب يجب صرفها، يجب مستشفيات يجب إعادة تأهيلها وفتحها، هناك جرحى يجب عملية مساعدتهم، هناك أسر لا تجد القوت اليومي، بما أنه من يعولها عبارة عن موظف في الدولة. ونحن نعرف الحصار الذي تم لمحافظة الضالع، جلس يعني أخذ أكثر فترة طويلة جدا. اليوم كل ما هو مطلوب من محافظ الضالع أن يكون هناك عمل، أن يكون هناك عمل، ويجب أن يكون هناك ملموس على الأرض. كما أنه محافظة الضالع عبارة عن نموذج بتكاتف أبنائها، بحرصهم وتكاتفهم على 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 نصرة الضالع وعلى المحافظة على مصالحها. للأمانة الشديدة هي عبارة عن نموذج يجب أن يحتذى به في محافظة الجنوب. هي كانت بارقة النصر الأولى. صحيح. بالفعل. وهي البوابة. وعلى سيرة يعني الضالع، معنا الزميل وليد الخطيب من محافظة الضالع. وليد، كل عام وأنت بألف خير ومن نصر إلى نصر. أهلا بك أختي الكريمة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت وأهلنا في الضالع بألف خير. وليد، كيف هي أفراح العيد التي أصبحت؟ إن شاء الله عقبال النصر أكبر إن شاء الله بإذن الله. كيف هي أفراح العيد في محافظة الضالع بمناسبة النصر كذلك؟ الضالع تعيش في هذا العيد المبارك، عيد الفطر، عيد النصر، عيد المقاومة، عيد الاستبسال. تعيش في حالتين، حالة فقدان كثير من الأسر لأولادهم وحالة الحزن، لكن في نفس الوقت يعيشون السعادة في حالة الانتصار، لأننا في الضالع لأول مرة في صراحة من عام 90 إلى عيدنا هذا نعيش عيدا بلا جنود، بلا عساكر، بلا بشباب بمقاومين يجدون موجودين بين صفوف المصلين في العيد، بحضور كثير من قيادات الضالع الصافية من كل الشوائب الزيدية. بصراحة أيضا انتصار عظيم جدا لأبناء الضالع بانتصار عدن، الانتصار الأكبر، وإن شاء الله سيتحقق خلال الأيام القادمة في نزول أبناء الضالع إلى العند، بنزول أفواج كبيرة جدا من يافع وردفان والضالع لتحرير العند خلال الساعات أو خلال الأيام القادمة بإذن الله. وسيكون العيد عيدين، العيد عند الناس جميعا. أطفالنا صحيح أنهم لم يلبسوا الجديد، لكنهم أقسموا جميعا، أطفالنا ونساؤنا الرجال
بأنهم لن يفرحوا حتى يفرح أطفال عدن، وفرح أطفال عدن كما قلناها من قبل والحمد لله، لكن إن شاء الله سنفرح جميعا في الانتصار القادم بإذن الله. والدة، كيف هي الحياة الآن؟ احتياجات الناس في السوق بمناسبة العيد، الحركة للسكان هناك؟ بصراحة أختي الكريمة، جاء العيد نلاحظ أن كثير من الناس حين نمشي في الأسواق التهنئة ليست بعيد مبارك ولا كل عام وأنت بخير، لكن المعاودة الآن في الأسواق وهي ألف مبروك على النصر. هذه المعاودة التي بلسان أبناء الضالع جميعا، ألف مبروك على النصر، إن شاء الله عقبال النصر أكبر، هذه معاودتنا هذا العام. نعم، والد الخطيبة، نشاهد نحن ومشاهدينا الكرام لقطات لأطفال الضالع وهم بالقرب من معسكر ضبعان الذي كانوا يخشون كثيرا من ذلك المعسكر. نعم، واليوم هم يحتفلون ويقتربون من هذه الأماكن ويحيون ويهنئون أيضا المقاومة ويقدمون كذلك الحلويات. نعم وليد، الآن في الأمس واليوم وإن شاء الله يوم غد أطفال الضالع جميعا سيقومون بتوزيع وجبة العيدية كما يسميها أبناء الضالع لتوزيعها على جرحى مستشفى النصر، وهذه بادرة طيبة من أطفالنا. الأطفال الصغار سيذهبون جميعا لجرحى المقاومة، الأطفال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أعراضنا، من أجل وطننا، من أجل ديننا، سيذهبون جميعا إن شاء الله يوم غد بعيدية لزيارة كافة الجرحى الموجودين في مستشفى النصر. نعم والد الخطيبة، تحية لك مني ومن قناة عدن ومن كل أبناء عدن، تحية لأبناء الضالع، تحية لأطفال الضالع، تحية لنساء الضالع، كنتم خير معين لعدن ودمتم يا وليد. وليد، كنت معي من الضالع، شكرا جزيلا لك. أستاذ حسين، يعني وصلت معك إلى ختام هذا الجزء من هذه الحلقة، هل من كلمة أخيرة؟ الكلمة الأخيرة التي أريد أن أتكلمها هي ذات شقين. الشق الأول هي يجب علينا ترتيب صفوفنا، نحن كمقاومة جنوبية ترتيب صفوفنا بالداخل والالتحام مع بعضنا وتوحيد أفكارنا وآرائنا باتجاه هدف واحد، وهو تخليص مناطق الجنوب من هذا المد مليشاوي اللي هو مليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح. الجزئية الثانية الذي أريد أن أتكلم فيها كي لا نكون قد نسينا المحافظات الشمالية، هو يجب أن يحذو حذو المناطق الجنوبية في المقاومة. اليوم المقاومة في عدن انتصرت بحاضنتها الشعبية بالغليل، بعدم وجود دعم، بعدم وجود أسلحة، بعدم وجود تدريب، يعني لا توجد معسكرات. الآن اللي بنتكلم فيه يجب على محافظات الشمال مثل تعز ومثل أب وصنعاء وكثير من المحافظات شمال وشمال الشمال، يجب عليها أن تحذو حذو محافظة عدن، يجب أن يحذو المقاومة الجنوبية بتطهير أرضهم، يجب أنهم يقاوموا، يجب أنهم يقفوا مع أبناء شعبهم، رفع أبناء المناطق هذه ورفع معاناتهم. لا يجب تعز سيد الكريم، في تعز بدأت وبالفعل قد يتجه التحالف قريبا إلى تطهير محافظة تعز. أستاذ حسين المفلحي، محلل وباحث سياسي، كنت معي في يوميات المقاومة مع امتزاج العيد، شكرا لك. مشاهدينا، فاصل ونواصل بقية الحلقة مع ضيف آخر. تغزيها هنا أرض التي واجب
من رعدها تحرق عاديها بلدنا هي سحابتنا ونحن البرق ونحن الرعد صواعد تنطلق من رعدها تحرق عاديها فاعلم أيها الغازي بأن الغزو لا يكفي أعلم أيها الغازي بأن الغزو لا أنا الحر الأبي بوقف بوجه الخصم متحدي ونفسي في يدي ربي يموتها ويحييها نعم يا موطن الأحرار بسيفي وبعهدي ذبلت ورود الحرية بالدم نسقيها هنا أرضي هنا وطني هنا أرضي هنا وطني هنا أرضي التي سأعيش فيها وانتهي فيها هنا أرضي قد قلتها في كل قنوات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا الجزء الثاني من حلقة يوميات المقاومة وهي يوميات عيدية يوميات نصر ومن نصر إلى نصر بإذن الله. ضيفي في الاستوديو باسمكم مشاهدي الكرام أرحب به وأهني بالعيد هو الأستاذ فيصل المجيدي محلل سياسي وناشط حقوقي. أستاذ فيصل أهلا وسهلا بك أهلاً معنا وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير والمشاهدين وعدن واليمن إن شاء الله بألف خير وأنت بألف ألف خير. انتصرت عدن بعون المولى بصمود رجالها وأطفالها ونسائها ولكن إن تحدثنا عن النصر والإرادة الشعبية فهي حاضرة وهي موجودة ولكن هناك معايير هناك أسس وهناك ثوابت قام عليها هذا النصر لولا أن نوجز هذه المعايير أستاذ فيصل. شكرا على الاستضافة صراحة يشرفني أن أكون في قناة عدن هذا الاسم الذهبي هذا اليوم الاسم الذي إن شاء الله سنطلق منه الأفراح عدن المدينة الرائدة الراقية التي تجمع الحس الوطني تجمع الحس أيضا ماذا أقول الثقافة من أقدم المدن على مستوى العالم هي كانت تمثل حاضرة لكل الشعوب في هذه المنطقة نستطيع أن نقول أن عدن حقيقة أتانا منها الفرح أتانا منها بشائر النصر كل عام وأنتم بألف خير للمقاومة للحكومة لدول التحالف الذين قاموا بهذا بهذه الجهود حقيقة أقول لك أننا كنا كمحللين سياسيين وصلنا إلى مرحلة من
لا أقول الإحباط، ولكن من عدم وجود الشيء الجديد الذي نضيفه إلى للمشاهدين، لكن ما حصل في عدن أعطانا دفعة قوية جدا، حتى أننا حقيقة قضينا الأعياد في القنوات سعادة بهذا الشأن، وبالتالي نحن يفترض أن نهنئ بدايتنا المقاومة التي لها اليد الطولة في هذا الأمر. كنا نتحدث قبل أيام عن وجود قوات مدربة، فكانوا يقولون بأن ذلك غير صحيح، كانت هذه القوات وإذا الحديث عن هذه قد طال في القنوات طبعا، وعود بوجود يعني قوات قد تحقق شيء على الأرض، أصبحت الناس محبطة يعني، بيظهر بالتلفزيون وبيتكلم بالأخير أنا أشتي أشوف بكرة إيش بيحصل، ما حصلش حاجة، فكان لدى المواطن نوع من الإحباط. ولكن جاءت عملية السهم، ولكن هناك معايير أساسية تحققت يعني أو ساعدت على تحقيق النصر. أول هذه المعايير طالما واردنا الدخول في هذا الحديث، الحقيقة الصمود للصوري الذي تحدثت عنه بمقدمتك، للنساء للأطفال، كانت هناك معاناة، كانت هناك حقيقة مبادئ الثبات في هذه المقاومة. عدن المدنية التي كان يتوقع الجميع بأن تسقط خلال ساعات، صالح كان يهدد بأنه ليس لكم إلا منفذ واحد، ومن تاريخ ومن مارس تعلمين فيها بهذا الأمر، كانوا يعتقدون بأن المعركة محسومة، لكن وقوف الشباب، وقوف الشيوخ، وقوف النساء، تلك الصورة التي لا ينبغي أن ننساها لتلك المقاومة التي خرجت بأسلحتها هي وأبنائها لتقاوم هذا المد الطاغي الفارسي الإيراني الذي تحالف مع علي عبد الله صالح، الذي أصبح قائدا لعصابة بدل أن كان رئيسا سابقا، وللأسف الشديد تحول القوات المسلحة أيضا لأن تعمل معه في هذا الاتجاه، لكن استطاعت المقاومة الصمود، وبالتالي صمود المقاومة هو الذي أدى إلى هذا النصب باعتباره كان هو القاعدة التي تم الثبات عليها. ثم ما أتى بعد ذلك، كان هناك إشكالية في مسألة التنسيق مع قوات التحالف، فيما بعد تم التنسيق والترتيب بشكل دقيق ومهم للمقاومة وبالترتيب مع ضربات التحالف. بعد ذلك جرى تدريب عدد من القوات التي ربما يتحدث البعض أنها كانت من القوات التي تم تسريحها في عهد الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع السابق، ثم أنها أتت وهي تعرف الجغرافيا بتنسيق تام مع المقاومة مع قيادتها في عدن، ونزلت إلى هذه المناطق. كان يعتقد الحوثي بأنها لن تكون قوة بذلك القدر الذي تستطيع من خلاله دحر هذه الميليشيا. تعلمين بأني حقيقة التقيت مع مقاومين وكانوا يتألمون كثيرا بأنه تم ترك عدن، وخاصة أن قوات الحوثي دخلت إلى، كانت في السابق في الشوارع الرئيسية، لكنها تمكنت حتى من المنازل، تمكنت حتى من الحارات، وبالتالي اعتقدت أنها لن يستطيع أحد أن ينزعها، لكن تم نزعها بقوة الإرادة بالقضية العادلة. أستاذ فيصل، يعني عندما جاءت عاصفة الحزم كانت مفاجأة لصالح والحوثي، لم يكن يتوقع، كان معتقد بأنه بيمشي وبيدوس على دماء الناس وعلى جماجم الشرفاء، وبالتالي الأرض قد تصبح في يده أخيرا. ولكن أيضا جاءت المفاجأة الأخرى بعملية السهم الذهبي، والبعض كان يقول بأنه الحوثيين عندما ضربوا مديرة البريقة بناء الزيت كانوا يعلمون بأن هناك قوات برية موجودة في المنطقة، ولأن بشكل عملي القوات بالفعل نزلت إلى مديرة البريقة. فجر ذلك اليوم نزلت هذه القوات الإضافية وليست القوات اللي موجودة يعني سابقا، وقاموا بضرب ميناء الزيت من التواهي. مدى يعني علم الحوثيين بهذا الأمر، وهي عملية كانت في غاية السرية؟ والحقيقة الحوثي وصالح لم يكونوا يعملوا حساب كبير لمسألة التدخل، ربما أقول عربي، هم كانوا يعتقدون بأنهم سينفردون بالأمر الواقع. لعلك تتذكرين في 94 كان هناك قرارات دولية ربما بالحوار بين الأطراف المتحاربة، لكن صالح وفي ذلك الوقت طبعا والظروف والشرعية تختلف عن، لكنه كان يعتقد أن حسم المعركة على أرض الواقع هو الذي سيمكنه من عيادة الحكم لو بصورة أخرى، وبالتالي لن تنفع القرارات الأممية. لكن تدخل عاصفة الحزم أعطت انطباع آخر بأن الملف اليمني لم يعد شأنا داخليا، الملف اليمني أصبح يهم المنطقة، يهم العالم بأكمله. ثم أن البعد الخارجي والمتمثل بوجود إيران في هذا الوسط، وربما تهديدها عبر الحوثيين بعمل عمليات يعني خارج الحدود اليمنية، أعطى هذا الأمر أيضا زخما آخرا. لا نريد حزب الله آخر في جنوب الجزيرة العربية، تهديد قناة السويس من خلال باب المندب، كل هذه العوامل أعطت ما حصل بعدا آخر. ومن ثم قيام الحوثيين بضرب البريقة أعتقد أنه تصرف أساسا متهور،
ذهابهم إلى عدن وقصف القصر الرئاسي في حد ذاته تهور، دخولهم إلى صنعاء في البداية كان عملا أيضا نزقا ومتهورا، لم يكونوا يحسبوا حسابه ويعلموا بأنهم ربما تعدوا كثير من الخطوط الحمراء. هناك رسائل من دول التحالف بأنه لا يجب أن تتعدوا إلى منطقة عدن، لا يجوز أن تتابعوا رئيس الجمهورية بعد أن دخلتم صنعاء، لكنهم لم يتفهموا هذه الرسائل وبالتالي حصل ما حصل. لكني أعود وأقول بأن المقاومة هي الأساس، العامل الخارجي بالفعل لم يقف تدخل العالم الخارجي معك إن لم تكن أنت ترفض وجود هذه الميليشيا. ولهذا يجب ألا ننسى أن نشكر حقيقة دول التحالف وعلى رسائل المملكة العربية السعودية التي قدمت الدعم الكافي والكامل للمقاومة، بل وشاركت بشكل لوجستي وأيضا بمسألة التغطية في الطيران بهذا الشأن، وبالتالي تم حسم المعركة في عدن. قدمت وما زالت تقدم الكثير، وإن جئنا لنتحدث عن شكر فلن نفي المملكة العربية السعودية ولا دول التحالف العربي يعني جزء يسير مما قاموا به. أعود للسؤال عن إيران والملف النووي وما حدث، وهل تخلت إيران بالفعل عن الحوثيين وتركتهم أم أن هناك نوايا أخرى تتجه إليها إيران؟ سؤال في غاية الأهمية وفي هذا الوقت الحساس. الوقت دقيق جدا، 27 رمضان ليلة القدر هو ذات التاريخ الذي تم فيه عملية السهم الذهبي، وبالفعل تم تحرير عدن أو كانت البداية لتحرير عدن. في ذات التاريخ كانت ما يسمى بمحور الشر كما أطلقت عليها إيران، أمريكا أطلقت على إيران والدول المتحالفة معها بمحور الشر، كان عاصمة محور الشر يحتفلون بتوقيع الاتفاق النووي في ذات الوقت في الشيطان الأكبر، عاصمة الشيطان الأكبر الذي أطلقت عليه إيران وهو الولايات المتحدة، أيضا يتم الاحتفال بهذا التوقيع. وفي هذا اليوم كان أهالي عدن يحتفلون، أهالي الضالع، لاحق تعز، اليمنيون جميعا يحتفلون في الداخل والخارج بتحرير مدينة عدن. لهذا التاريخ أبعاد كثيرة جدا. أصبحت إيران تنافس إسرائيل على قلب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا حقيقة ليس من باب التخريص الإعلامي ولكنه واضح تماما من خلال استضافة الولايات المتحدة الأمريكية لقادة دول التحالف في شهر إبريل السابق التي أرادت من خلالها أو فلنقل دول الخليج العربي من خلالها تسويق إيران للدول العربية وربما التخلي عن الملف اليمني، فكان رد بالذات المملكة العربية السعودية بعدم حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى هذا الاجتماع في كامب ديفيد. وبالتالي أمريكا الآن أصبحت تسوق لإيران وأرادت من خلالها أن يكون البديل في الشرق الأوسط على حساب القضايا العربية، فجاءت رد عاصفة الحزم وأيضا رد السهم الذهبي على نفس في نفس ذات اليوم على الاتفاق النووي. الآن ما يحصل أن السفير الأمريكي يجتمع بقيادات من قيادات صالح في القاهرة من خلالها يسعى إلى مد الطوق أو طوق النياه للميليشيا ولصالح ربما بتسويق عملية سياسية قادمة، لكن لا أعتقد أن أحد سيقبل بهذا الأمر. لقد تخلوا عن جميع المبادئ، للأسف الشديد أصبحت أمريكا عاجزة كحال عكازي وزير خارجيتها الآن في مواجهة السياسة الإيرانية باعتبار أن مصالحها مع ذلك. لكن ما يفرض الأمر نقول لن نستسلم لما يطرحون الآن، وأمريكا أساسا لديها مصالح في هذه المنطقة وبالتالي لا أعتقد أنها تخضع لسياسة أمر الواقع. بالضبط. يعني بحرت الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما وتحدث الحوثيين بالموت لأمريكا يعني اتجهت جهاز استخباراتي إلى سلطنة عمان وبحثت عن مخرج يعني سياسي لهم وجاءت لهم ب يعني لقاء جنيف، ولكن الحوثيين بطبيعتهم هم يعني قائدين لمسيرة شيطانية يعني جاهلين أكثر مما يكونوا عندهم المكر السياسي أو الحنك السياسي، لا يمتلكون من ذلك شيء. و قد كانت فرصة، كنا قد يعني وصلنا إلى مرحلة العتب على الأمم المتحدة، العتب على كل العالم الذي أعطاهم هذه المساحة السياسية ولكنهم أضاعوها، ولكن كان ذلك يعني إكراما من الله لأبناء الوطن. أتحدث الآن عن دور أمريكي يكاد يكون واقف أو مرحلة صمت تجاه السهم الذهبي، ما الذي يعني هذا الصمت؟ وهل هو عجز أمريكي أو هل هو موافقة وتبريك لما حدث؟ أو وصلت لمرحلة الإحباط من الحوثيين وصالح يعني مش ممكن يكون عندي عقل سياسي أقدر أتحاور معه وبالتالي فلتحكم دول الخليج ولتحسم الأمر وحدها؟ دعينا نكون واضحين بهذا الشأن. نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح قال في مؤتمر الصحفي في القاهرة أن الحوثيون أسقطوا شعارهم بلقائهم بالأمريكيين في مسقط. أمريكا حاولت جاهدة
وكانت مخلصة مع الحوثيين في مسقط. أيضا حقيقة سلطنة عمان كان لها دور مع في إيجاد الوساطة. عندما عاد الوفد الحوثي من جنيف وصل إلى مسقط وبالفعل جاءت مباحثات. تعلمين أنه كانت في البداية لقاءات مع السفير الأمريكي، ثم تطورت إلى أن وصلت إلى مساعد وزير الخارجية أتى من واشنطن لرعاية هذه المباحثات. كانوا يريدون من خلاله إيجاد مخرج للحوثيين. يعتقد الأمريكيون في رأسهم، أنا أسميه جني مارد إرهاب، لكنه في جهة فقط. هناك لدينا في الطرف، للأسف الشديد سننطق هذه الكلمات، السني جهات إرهابية، ونحن نقر ذلك. لكن لدينا أيضا في الطرف الآخر جهات أشد إرهابا وأشد قتلا وفتكا من هذه الجهات، لكن أمريكا لا تنظر إلا بتلك العين. لماذا؟ لأن هي ترى أن الإرهاب الشيعي يقوم بتقتيل أساسا أبناء جلدته، يقتل بسم الله. تستطيع أن تقولين أن داعش والقاعدة والحوثي وعلي عبد الله صالح جميعهم تنظيمة إرهابية تقتل بسم الله لأجل القتل، لا لشيء من ذلك. لكن أمريكا لا ترى الحوثيين بذلك المنظار، لا ترى الذي ما يسمى بالحشد في العراق بهذه بنفس ذات الاتجاه، وبالتالي ترى أنه يمكن إحلال إيران كشرطي في المنطقة، وبالتالي عبر التناقضات الطائفية. مما حصل ندرك أن أمريكا عرفت بأن التحالف العربي لم يكن ليستأذن في هذه العملية. نعم، أخبرها قبل ساعات بأنه سيتم عملية عاصفة الحزب ومن بعدها إعادة العمل، وأعتقد أن عملية السهم الذهبي لم تكن أمريكا لتعترضها، لأنها هنا رأت أن هناك إرادة صلبة، هناك إرادة توجه من دول التحالف العربي بعدم تمكين إيران من التواجد، ومن هنا كان ما عليها سوى أن تسكت وفقا لهذه الإرادة، مقابل أيضا التسويق والتسويق لمشروعها في التوقيع الاتفاق. كيف قد يعني تصبح تعامل الخارج الأمم المتحدة والعالم أجمع مع التحالف العربي في ظل هذه المتغيرات الكبيرة؟ أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل مشاهدينا، فاصل قصير ونواصل. من ما يحبش الليل؟ أكيد لا. أنا عبد الليل. كل حاجة بين ملاحظ مثلا لا سافر مع دم الحلبة. نلعب. أنا أتجمع أنا ولد خالي وولد عمي الكل. أتمنى أن أسافر، صلح اليمن الظالم ما يكون، وسافر لبرنا خارج اليمن، سافر أدرس وكم أدرس بالله. كل سنة أنت طيب، كل عام أنتم خير. سعيد كل عام وأنتم خير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. أعود إليك أستاذ فيصل، وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن رؤية العالم ورؤية الأمم المتحدة ورؤية أمريكا تحديدا للتحالف العربي، لهذه القوة العربية التي نامت كثيرا في سبات عميق والآن أصبحت عمليا قوة موجودة وواضحة، وقد تنطلق بعد اليمن إلى مناطق أخرى تساعد في تحرير العربي وإيجاد صوت عربي موحد، وليس فقط صوت، ممكن يكون أيضا عمل عسكري موحد ضد أي تدخل في الوطن العربي.
شئنا أم أبينا، شاء العرب أم أبوا، يجب عليهم أن يتوحدوا. نحن أمام مشروعين اثنين الآن، مشروع إيراني توسعي برجماتي ممكن أن يتحالف مع أي أحد، ولو كان الشيطان الأكبر الذي يناديه في من خلاله بالعداء لأمريكا، وشعاره يمكن أن يسقط بأي لحظة ولو من تحت الطاولة. المشروع الآخر مشروع إسرائيلي. أنا أرى أن اعتراف أو اعتراض إسرائيل على المشروع النووي الإيراني ليس من باب خوفه فقط عن نفسه، ولكن خوفه أيضا من أن تحل إيران في منافس آخر في الشرق الأوسط، وبالتالي حب أمريكا لها. ونحن أمام هذه المتناقضات، يجب أن يكون لدينا مشروع عربي. الوحيد المؤهل في هذه المرحلة هي المملكة العربية السعودية التي لديها استقرار اقتصادي، استقرار سياسي، لا توجد هناك ثمة تناقضات كبيرة، وبالتالي قبول أيضا من الدول العربية والإسلامية لهذا الدور. أعتقد أن نواة هذا القيادة ظهرت من خلال التحالف الذي استطاعت، وهو بالمناسبة ثاني تحالف، أو هي الدولة الوحيدة التي استطاع أن تجمع التحالف هي الولايات المتحدة، من بعدها السعودية فقط حتى هذه اللحظة. وبالتالي من خلال هذا التحالف يمكن إيجاد قوة عربية مشتركة بحيث أن يتم التصدي لأي مشاريع أخرى في هذه المنطقة. ما يحصل في اليمن أعتقد أنه رسالة واضحة للجميع بأن هذه المنطقة ستظل منطقة مشتركة في التاريخ، في الجغرافيا، في الثقافة، في الحدود، في كل هذه المسميات. أما الوافد فلا نتفق معه بأي شيء من هذا الأمر. لو تحدثنا عن دور روسيا الذي بدأ في يعني مجلس الأمن لم يكن رافض، ولكنه نقول أنه نوعا ما صامت، جرت مباحثات كثيرة، بذلت جهود المملكة العربية السعودية مع الجانب الروسي، الآن أين هو موقع روسيا في كل ما يحدث؟ العالم يتحدث بلغة المصالح. المصالح هي التي تحسم الأمر. أمريكا كانت ربما من خلال نظريا يقال أنها مع دول الغرب تعاقب إيران، إيران كانت لها النافذة الوحيدة التي هي روسيا، وبالتالي كل المصالح الاقتصادية مع روسيا، وبالتالي حقيقة العرب أيضا لم يتجهوا إلى روسيا. من خلال هذه العمليات الأخيرة المملكة العربية أيضا زارت روسيا، 16 مفاعل نووي، الكثير من استصلاح الأراضي في روسيا، روسيا سالت لعابها على هذا الأمر، وقبل ذلك كانت هناك ثمة مصالح، وبالتالي رأينا الصمت الروسي مقابل ذلك. لكن لا يكفي ذلك، يجب أن يتحول العرب بذاتهم كقوة لمواجهة هذا ربما أقول الصلف الإيراني وصلف كل القوى. نحن يجب أن نعول على المقاومة في الداخل، مقاومتنا هي التي ستحسم أفراحنا الآن التي ستلتقي من مدينة عدن ثم باتجاه العند ثم تحرير لحج، واتجاها إلى أن تلتحم المقاومة في تعز. وأعتقد أن هذا المحور ربما يقودنا إلى تحرير مدينة إب، عمليا لا توجد فيها قوة حوثية حقيقية. الجائزة الكبرى ستكون باتجاه محافظة الحديدة ليتم خنق الحوثيين تماما في المناطق الجبلية، لأنه لن يصبح لهم أي منافذ مائية عند ذلك. طب أستاذ فيصل، حتى نتجه مثلا إلى محافظة تعز، نتجه كما تحدثت إلى محافظة إب، ثم تأتي عملية الخنق للحوثيين في الحديدة، هي خارطة زمنية قد تحتاج إلى تزمين حقيقي. لو يعني طلبت منك أن تضع تزمين يعني يقارب ذلك، متى سيكون ذلك، وكم قد نحتاج من الوقت حتى نصل إلى النصر الكامل؟ حتى نكون واقعيين، هذا الأمر هو يختص به طبعا الذين يقرؤون المسألة على الأرض، من جانب عسكري، من جانب فني، من جانب أيضا تقدير لقوات الخصم. هذا الأمر يعتمد على أمرين اثنين: مدى التنسيق، هل سيحصل تنسيق شامل ودقيق كما هو حصل الآن بين قوة التحالف والمقاومة في عدن؟ إن حصل ذلك أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد جدا. نحن لا نريد أن ندخل باختصاصات الآخرين وبالتالي نطرح لهم مدى زمني، لكن نستطيع الحديث عن أنهم إذا تمت الأمور بترتيب دقيق واستطاعت القوات المقاومة أن توجد ما يسمى بالحزام الأمني، يتحدث عنه الخبراء بخمسين كيلومتر لمدينة عدن حتى لا تتعرض مرة أخرى للارتداد، وكذلك عمل هذا الحزام مع محافظة الضالع التي تعد محررة أيضا، ومن ثم تطهير لحج وأبيان
والاتجاه من أنت إن استطعت السيطرة على الأسطورة، وأقصد بها العند التي كانت مقرا لكثير من العمليات، ستستطيعين تأمين الغلاف، الغطاء الجوي من هذه المنطقة، ستكون قوة التحالف حتى تنطلق من هذه المنطقة، وبالتالي الاستطاعة على إغارة على قوات الحوثي وصالح في بقية المناطق. نستطيع أن نتحدث هنا عن تحقيق انتصارات، وليس ذلك ببعيد على المقاومة، باعتبار أن الجدية واضحة، التضحية قائمة. طب لو تحدثنا أستاذ فيصل عن طبيعة المقاومة التي قد تتجه إلى هذه المناطق وتكون يعني متزامنة مع الضربات الجوية، يعني لانتقل هل نتوقع أنه تنتقل من المناطق الجنوبية وتدخل المناطق الشمالية، أم أنه قد يتم دعم المقاومة في تلك المناطق الشمالية؟ ثم ماذا عن المناطق الشمالية التي بالأصل ما فيهاش مقاومة ولم تقاوم وفتحت أبوابها على مصراعيها للحوثيين وصالح؟ للأسف الشديد هذا الأمر كان محل استفهام كثير من الناس، فعلا عدم وجود مقاومة في عمران في صنعاء، لكني أنا تحدثت مع ناس من هذه المناطق فقالوا أن الحوثي عمل عملية مسح تامة، حتى أنه بحث عن الأسلحة التي توجد لدى هؤلاء المواطنين. طبعا نحن لا نتفهم الموقف لكننا لا نبرر، يجب أن تقام مقاومة. فقيل بأنه سحب كل الأسلحة، لم يعد لدى أحد أسلحة في هذه المناطق، ثم أن هناك إشكالية أخرى وهي مسألة الإمداد، يجب أن يكون لهذه المحافظات إمداد لتستطيع أن تتحرك، وأعتقد أن وجود محافظة مأرب ومن ثم الدخول إلى محافظة الجوف يمكن أن يعمل الكثير في هذه المرحلة ويعطي تلك المناطق. يعني لو استمر التحرك من الجوف فعليا في تلك الأيام وصمدوا لكانت المقاومة بالفعل تحركت في المناطق الشمالية بالضبط. ولكن لازال العتب موجود أستاذ فيصل، لأنه كبير. بالفعل أبناء عدن كانوا مدنيين لا يملكون السلاح ولكنهم رفضوا الرفض والوقوف في وجه أي ظالم وأي معتدي، أعتقد بأنه رسالة واضحة لهذه الميليشيا. ثم نعم بدأت تتعز بأولا حراك شعبي بمظاهرات، يعني كانت سلمية تقريبا، وهي مدنية سلمية نعم. ثم انتقلت بعد ذلك إلى العملية المنظمة في المقاومة، إذن هم ليسوا معفيين عن العتب وليسوا معفيين أيضا عن أداء الواجب الآن، ثم لماذا هذا التأخير؟ هذا التأخير عليه أكثر من علامة استفهام، ويجب أن تنتفث هذه المناطق لأنها حقيقة كانت بطريقة سقوطها كان سقوط مدوي مخزي. غير بالفعل حقيقة لم نكن نتوقع هذا السقوط. نعم نعرف أن لصالح وجود كبير في هذه المنطقة، نعرف أنهم استلموا معسكرات كان يسقط المعسكر بشاص أو شاصين كما يقال، يتحول الحرس الجمهوري من كانت عملية سلم تستلم وإخلاع الزي الحرس الجمهوري والبس الحوثي وعمل لك الشعار الله أكبر ومش عارف إيش، وبالأخير مشيت وانتهى الموضوع. ما هو مصير صالح ومصير عبد الملك الحوثي الآن؟ دعنا نكون واقعيين، علي عبد الله صالح كانت له الفرصة إلى قبيل عاصفة الحزم بساعات، يعني عندما أرسل ابنه إلى المملكة العربية السعودية في واقعة مشهورة، أتى إلى هنا بشروط محددة، يريد أن يعود إلى الحكم، يريد أن يخرج من قرارات وقوائم مجلس الأمن، يريد أن أمواله تحصن 60 مليار التي نهبها من الناس، لكن كان رد السعودية بهذا الأمر واضح، لدينا مبادرة خليجية يجب تنفيذها. هو كان يعرض مقابل ماذا؟ يعرض أن يفك تحالفه مع الحوثيين، وبالتالي 100,000 كما قال من جنود الحرس الجمهوري ملكهم لابنه أحمد، وكذلك التي هو قوة مكافحة الإرهاب 5,000 رجل، ويستطيع من خلاله أن ينفك عن الحوثي. إذن رجل متلون، رجل لا يهمه المصلحة، لا وجود لديه أي قيم، لكن أعتقد أنه من خلال بدء عملية الحزم وبالتالي خطابته المشهورة ومحاولته شيطنة المملكة العربية السعودية طوال الفترة السابقة رغم الإحسان له من قبلها، كل هذه الأمور قطعت كل بوادر. ألا تشاطرني الرأي بأنه علي عبد الله صالح بالفعل استطاع أن يخلق يعني عدم ثقة بين اليمن والسعودية؟ كمواطن عادي كنا ننظر للسعودية بأنها هي من تستبد شبابنا وأبناءنا هناك، هي من تقوم بانتهاكات كبيرة وخاصة ما يحدث لبعض الذي كانوا يدخلوا بطريقة غير شرعية، مع أنه يعني بطريقة غير شرعية وبالتالي من حقها أن تتصرف، ولكن استطاع أن يخلق حقد كبير على السعودية، وهذا ساعده كثيرا في مسألة اعتبار ما حدث من ضربات جوية لعاصفة الحزم هي عدوان سعودي، بينما هو كان يستلم مليارات المليارات من المملكة العربية السعودية لأمور كثيرة نعرفها ولا نعرفها. علي عبد الله صالح سبب الفساد في البر والبحر، علي عبد الله صالح دمر البنية، دمر اليمن، دمر علاقات الأخوة بين الناس. علي عبد الله صالح بقراراته من عام 90
يعني كان اليمنيون يدخلون إلى المملكة العربية السعودية دون أي تأشيرة مثل السعودي، كان مستقرا. المملكة العربية السعودية فتحت ذراعها للناس. تتحدثين عن 2 مليون مواطن يمني يعمل في هذه البلاد، ويعولون على الأقل كل شخص 5 أفراد. ستكون النتيجة كبيرة، أن الثلثين حقيقة يستفيدون من المملكة العربية السعودية، ونحن نقول بأنه بجهود هؤلاء العمال، نعم، يعملون في هذه البيئة. علي عبد الله صالح حاول أن يخترق هذه المنظومة عندما يتحدث عن الإساءات، وهو ذاته استفاد من المملكة العربية السعودية. الرجل كان مشارف على الموت. الحوثي الآن الذي يرفع مسألة المظلومية، تعرفين بأن الحوثي في الأساس كان من ضمن مكون علي عبد الله صالح، كان هذا مؤسس الشباب المؤمن، كان في كنف علي عبد الله صالح، وبالتالي في مظلوميته التي اعتدى بها على قوة الأمن، وهو يدعي الدفاع عن النفس، وصل إلى حوث ويدعي الدفاع عن النفس، جلس في كرسي رئيس الجمهورية ويقول أنا أدافع عن النفس، وبالتالي ظهر لأنه لا يدافع عن النفس، هو يدافع عن إيران. البعض أيضا تحدث عن أنه علي عبد الله صالح خلال 33 عام بالفعل يعني استطاع أن يقوم ببنى تحتية يعني معروفة، أنفاق وسلاح ومش عارف إيش، قوع الشعب وظل يعني يترك الشعب، وكان إحنا شحاتين يعني من مكان إلى مكان، وكانت بلادنا غنية بالكثير، بينما هو قام بادخار كثير من السلاح والأموال اللي يشتري بها ذمام الناس هنا وهناك. في أطار هذا العمل الذي كان يقوم به علي عبد الله صالح، أيضا كانت الحركة الحوثية موجودة يعني ما يقارب 22 عام، بما يعني هي ليست بعيدة من صالح ولا من نظام صالح. ما الذي قدم علي عبد الله صالح لهذا الشعب؟ تعرفين بأنه مثلا لو تحدثنا عن الجامعات، جامعة صنعاء بنتها الكويت، جامعة تعز بنيت بإرادة وطنية وبمساعدة من دول أخرى، وأيضا بيت هايل سعيد مال وطني. الجامعة عدن عريقة جدا ولا تحتاج لعلي عبد الله صالح، بمعنى البنية التحتية من مدارس من مستشفيات، وهذا ليس تجني، وليعود إلى تواريخ بناء هذه البنية. علي عبد الله صالح بنى لنا شيئين اثنين، شيطنة الشعب اليمني وتحويله إلى إرهابيين، الأمر الآخر بنى لنا مساحات من أسلحة، مخازن أسلحة، حول اليمن إلى مخزن سلاح كبير جدا، ولهذا قوات التحالف استغربت كمية السلاح المتواجد. وبالمناسبة هناك ملف لم يفتح وسيفتح في المستقبل، ملف الأسلحة الفاسدة، علي عبد الله صالح أثرى من هذا الملف بشكل مرعب. ولهذا عندما تتحدثين عن قوات مسلحة لم تستطع تصدي حتى لطائرة واحدة حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن 114 يوم من عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لم تستطيعوا التأثير. كل ما يفعله علي عبد الله صالح وبالمضادات أنهم يقتلون اليمنيين. منظمة العفو تحدثت عن أن 90% من سقوط المدنيين بسبب الراجع من المضادات. نعم، هم كانوا وكنا نعلق في صنعاء على هذه المضادات التي لا تصل إلى ثلث المسافة أو ربعها إلى الطائرة، وبالتالي لماذا كل هذه الفوضى، ولماذا كل هذا الألم، ولماذا كل هذا الجراح على المواطن؟ يعني خلاص الجو حاضر حاضر قوي، انتهى الأمر، لماذا هذه المكابرة؟ بالمناسبة نكتة سياسية بهذا الأمر، أن أحدهم يتحدث عن أن المضادات التي تطلق من صنعاء كأنها مثل الكلب الذي يمضي بعد السيارة، بعد أن تمضي السيارة يكون لها دور، قد تكون الطائرات قد وصلت إلى الرياض وتبدأ المضادات. هي كلام مؤكد أن الحوثيين حقيقة سقطوا، وعلي عبد الله صالح سقط تماما في مسألة البنية التحتية. هو كان لديه 3 أهداف فقط، أن يستمر في الحكم أطول مدة ممكنة، أن يقوم بجمع أكبر كمية من المال والثروة، الثالثة أن يورث الحكم لابنه، وبالتالي هو رأى أن الشعب عدو له، وبالتالي قام بتحصين نفسه وأبنائه وأسرته وأبناء منطقته، والشعب فلينتهي، يعرف بأنه ستكون هناك ثمة مواجهة حتمية في المستقبل مع هذا الشعب، وبالتالي بنى الجيش بناء عائلي بحت، وهذا ما هو حاصل الآن. لا يوجد لدينا للأسف الشديد بكل ألم تتغير الآن جيش يمني وطني، تتبدل الأمور الآن وتتغير كثيرا، ويصبح لدينا بفعل هذه المقاومة بالفعل يعني جيش وطني حر يعرف إيش معنات الوطنية وحب الوطن والانتماء إلى الوطن. نريد أن نعلق على حسن روحاني الذي تحدث الآن عن علاقة طيبة بدول الجوار، وتحدث عن قطر، ما الذي يعنيها الرجل، وإلى أين قد تتجه إيران بعلاقتها مع دول الخليج؟ إيران بكل بساطة دولة برجماتية مصلحية، لديها مشروع واضح جدا، إمبراطوري كانت تريد أن تحول المنطقة، قالت نحن غزونا بغداد حاضرة الدولة العباسية، نحن استطعنا أن نسيطر على دمشق عاصمة الدولة الأموية، وصلنا إلى بيروت عاصمة الثقافة العربية، ونحن الآن في صنعاء
أصل العروبة، وبالتالي من هذه المنطلقات انطلق هذا الرجل، يريد أن تتحول المنطقة إلى جزء من إمبراطورية إيران، يريد أن يعيد ثقل الدولة الفارسية السابقة. باختصار شديد، إيران لديها أكثر من 120 مليار لدى الغرب في عزلة، أنا أسميها نظرية لأنها لم تكن حقيقية، 35 سنة استطاع من خلال مفاوضاته 13 سنة مع الغرب، وبصبره بمناسبة الحوثيون ينتهجون ذات المنهج، لأنه يتم تدريبهم على مسألة تستمر بالتفاوض والتفاوض وتوسع على الأرض. لكن أحبطت هذه ربما العملية التي كانوا يراهنون عليها. إيران من خلال ذلك تريد أن تبني علاقات، صرحت الخارجية البريطانية بأنه سيتم افتتاح سفارة بريطانيا خلال أيام قبل نهاية هذا الشهر، ما يعني أن إيران بدأت تجلب الكثير من أقول ردود الفعل الإيجابية، لكن ما أفسد عليها ذلك هو حصول عاصفة الحزم. نعم، يعني إيران متجهة إلى حاضنة العالم، والحوثيين ذهبوا إلى حاضنة إيران، وبالتالي كسبت إيران وخسر الحوثيين. أحسنتي في هذا اللقاء. لا يمكن لإيران بكل تأكيد أن تضحي بعلاقتها. نعم، روحاني تحدث وحتى المرشد تحدث بأننا لن نترك حلفاءنا في اليمن وفي سوريا، لكن عمليا لا يمكن لإيران، هي الآن أضعف ما يكون أنها تستطيع أن تقوم بأي عملية إنقاذ، وقد ظهر من خلال مساعدتها الخائبة عندما أرسلت بالسفينة التي قيل أن لدينا ثلاث سفن مشهورة بالتاريخ، وبالأخير طلعت عبارة عن سفينة نوح وسفينة إيران التي كثر حولها الضجيج، وبالتالي وتيتانيك طبعا، وبالتالي ظهر بأن كل هذا الكلام كلام فاضي، وبأن إيران لن تقدم أي دعم حقيقي عسكري، لكنها مع ذلك لا يزال الخطر قائم. يجب ألا نستهين بالدور الإيراني في اليمن، هي تريد من خلاله، لا تريد اليمن بالضبط، هي تريد أن تنطلق إلى مكة والمدينة والرياض، وقد أعلنوها بوضوح، لكن لن يتم لهم ذلك طالما والمقاومة موجودة والتحالف العربي الصلب قائم بالقوة. بالفعل أستاذ فيصل المجيدي، محلل سياسي وناشط حقوقي، كنت معي في هذا الجزء من هذه الحلقة من يومية المقاومة، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في أمان الله.